أكيد مو غلط إن الإنسان يخطأ. بالضبط. البني آدم خطأ. شيء طبيعي. الله خلقنا مو ملائكة. صحيح. إحنا. صحيح. إحنا بشر. الغلط إنه واحد يكابر على الغلط. لما أنت تغلط وتعتذر. بالعكس هذا شيء وايد حلو، دليل إن أنت إنسان فاهم ودارس ومتربي. صحيح. عدل ولا؟ صحيح. سواء كان قصدي أو ما كان قصدي، فأنا طلعت لأن ناس ما شفت صار علي هجوم وممكن ناس تشوفه غلط. صح. عرفت شلون؟ فأنا طلعت، ولكن انظلمت. إيه انظلمت طبعا، ما في شيء اسمه. أنا الحين بسألك سؤال، كل غلط أنت الحين لما عندك ولدك لما يغلط غلط بسيط تعاقبه عقاب بسيط على قد الغلط؟ أنا بسألك سؤال، أنت الحين هم يقولون أنا استهزأت وغلطت على الرجال، صح؟ هذا غلط. هل أنت تصلح غلط بغلط؟ لا أكيد لا. إزاي؟ لما أنت خايف على مشاعر السايق وأنت تي تغلط علي بشرف وسب وقذف وأهل، أنت إيش سويت؟ أنت سويت كارثة. صح. أنت سويت كارثة، يعني كأنك أنت يعني قاط مثلاً شخص مثلاً سوى أي غلطة قاطة مع مجرمين يعني ذابحين. يعني كل غلط لا ردة فعل. المبالغة في ردة الفعل بشكل كبير. مو مبالغة، كانت ظهولة. والدليل على هذا في ناس، بعض الناس طبعاً، في ناس بالعكس قالوا لي كومنت نورة مو شخصيتك. أنا أحترم بالعكس، ممكن أعدل من نفسي وأشوف نفسي. صح. أنا ما انخلقت ملاك ولا انخلقت بيرفكت. صحيح. أنا بس عندي مشكلة واحدة، أنا طلعت على سجيتي. صحيح. فممكن أن هذه الناس تشوفها غلط. أكيد. يمكن هذا اللي قبل شوي كنت أقوله لك نورة، أنا قاعد أقول لك أنا شفت الفيديو بس أنا شفتها من نظرة ثانية. أي. إن نظرة أن ممكن تي بين رفيجات ساعات فصلات ويضحكون. باي ذا واي هذا كله يندار بين كل ربع، وانا اتحدى ان ربع ما يسبين. انا غلطتي ان صورته لانه ما اقصد، لو اكو واحد يسوي الغلط ويفضح فيه. صح. لا طبعا.